يا تعال 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 قد اشوفك من جوال ثاني تعال تعال ابت ابا 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 تقرب معنا بقعه. هاي بوي اهلا اهلا سيد. والله يا عيال الواحد يحتار، الواحد يحتار ورب البيت. نحن في حيله من امرنا يا ولد يا ولد يا ولد، شوفوا لنا حل يا مسلمين. هلا بوي هلا يا ربي حيا، كيف اصبحتي؟ والله تمام، شلونك انت؟ ايش فيك؟ قول لي كيف حالك وشلونك؟ اكثر سؤال اكذب عليه. لانك ما انت بطيب، انت حزين من داخل. انا ابغى اتجوز يا بنت، انا قهرت. تتجوز؟ تجيني تتجوز بالسر؟ يا ويلي. لا هذه اغنية بس يعني. تعال تعال نلعب. يلا تعال. كيف حالك يا جواهر؟ ربك طيبة. زين انت شلونك؟ اهلا الفارس. من وين؟ لحظة ها. من بيتنا. الرياض. الله يلعن ابليسك. يا عيال جولة ولا جولتين سعيد؟ لا لازم سواج خلاص. دفع الكيل مع الشقلك، دفع كيل. رب كعبة طفح، اقسم بالله طفح الكيل. نونا اركدي يا خفيفة. سعيد ايش معك هشاشين في الذباب احنا؟ ويلكم بندر. قلت لك الرياض يا عيال. كم سوج الله عليك، ما تفخرون. انا افخر بس جولة ولا انتم ما تفخرون يا عيال. جولة يا كومنت لا تفخرون، انا بس افخر انتم ما تفخرون. بلا كبسوا دخيلكم. ها يا جواهر جولة ولا جولتين؟ انت كم كانت تبغينها؟ 10 ما يهز. يعني نلعب جولتين عشان نونة خفيفة. من هي نونة؟ ان خفيفة على من يعني؟ عليك نساني اللي شافتك عند الساحة. من انت اللي شافتني عند الساحة؟ مشرفتي. ايوه تي مشرفتك اللي ساكنة في مكة. ساحة شو اسمها؟ ساحة دان. ايش نعمة يا حمدان؟ دان. صح اخو ثامر. يا عيال ارحب يا عيال. يا عيال تربل. اوكي ترى تربل يا عيال دخيلكم. انا طفشت من ترى من الهزايم. ارحب يا راعي قهوه لب ابوك. يا احلى ويلكم باك. طيب قولي لها قولي لها بالله تسمعك تسمعك وخليها تجاوب بكل صراحه دامها شافتني على الطبيعه. يا لا ارحب يا علي. يا عيال ارحب منور يا روح اخوك منور. يا عيال تربل 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 علي وانا اخو علي. انطمي بنخسر. كفو حي. قربوا قربوا يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال. حيك يا مشعل. مشعل يا مشعل ارحب. حي المهزم حي. واو بوي واو بوي حيك يا بعد عين. وافي وافي يا روح اخوك وافي يا علي. حي عينكم. علي وانا اخو علي صدق. حيكم. طيب اسمعي انشدي المشرفة حقتك نونة. دامها انها شافتني على الطبيعة قولي وش احسن، هي فالجاكولة على الطبيعة؟ طب شوف انا قبل لا اسألها زين، هي يوميا مسنترة عندك في البث، فشنو تتوقع بعد ما شافتك؟ طيب انت انشديها قولي كذي ولا كذي؟ ها نونة كذي ولا كذي؟ في الطبيعة. يا ويلي صدق انت ما تستحين على وجهك. انت ميوت غارين علي. انتي على كيفك انت وياها. الله ما احبك فالنكادة ينكدية. حيل يعني يمكن اصاهر فيها البنت. حيل يعني عد بالنام الشيطان. الشيطان انت. ها وش تسمي ورا كاميرا تكنينها؟ احسبتك تكنينها. ان بعض الظن. اسمعي قولي لنونة قولي سنابي في البايو خليها تكتب على اخر سنابة انا نونة مشرفة جواهر عشان استنبه. روحي نونة. هاي نونة تعالي تعالي السناب و
ابى اضيفك، ابغى اشتسيلك في شويه اشياء بخصوص البث يعني. دباب. ها؟ هي دبابه. ايش تبي فيها؟ ايش تبي تستشيرها؟ اه هي دبابه طائره حربيه. دبابه. والله ما استاهل الاضافه في السناب. ايو. اهلا العاشر. آخ يا راسي، خلينا نشيل الدبوس. بسم الله والله يشيل العدو وربك بالله. أتحداك والله أني كذاب، ماني دبوس أصلا، ماني حتى دبوس. ليش طيب؟ ليش أحط دبوس؟ ترى جواهر، ترى أنت ما تحتاجين إضاءة، إضاءة هي اللي تحتاج. صدق هو راحت. هو يقول لو شلت الفلتر ما حدا بيبكي عندي. حي المحزم، حي يا بعد عيني تمد من زود. واو بوي يا واو بوي، حيك الوافي. يمكن علي ما قصرته. علي وانا اخو علي الله يديمك. علي وانا اخو علي الله يعزك يا حبيب اخوك. الجولة الثانية لا نخسر. اخذ نونا يكفي يمدحك. لا استوب سعيد. اه كنت بقول لك سالفة. ليش بعدتي؟ ليش انا قربت تبعدين؟ ترى ما عندي اكلك مع الجوال. والله صدق ترى ما عندي اكلك مع الجوال، ترى ما اقدر اكل مع الجوال. ساعد الداعمين بالله بالتكبيس يا اخوان كرما. يا جماعة يا عيال، قسم اللي يجلس مع جواهر وربي يدخل الجنة. استغفر الله. تدرون انها علاج لكل الامراض. اي استغفر الله توتو صح، ما يصير تقول كذا. استغفر الله. تدرون اللي يقعد في بثي علاج للروماتيز. اقولها صح اول بعدين. تدرون ان اللي يقعد في بثي يتعالج من الحصى اللي في الكلى. هنشرب مويه. اللي عنده التهاب في خنافره في حناجره انا اعالجها لك. تلمح في خلقتي ولا محن تطيب. اهلا ريمو. واللي يبغى حياته تنتكس رأسا على عقب يسمع نصايحي. تربل يا اخوان، دخيل يا عيال. تربل الجولة الثانية لا نخسر. اوكي واللي عنده انخفاض في السكر وش يعطيه اصبعي. وش مدة اللسان هذه؟ خير؟ لا لا بس تذكرت موقف. ايوه يا حلوه بدت لسانك كذا كانها الباصيه بقعه. تربل يا اخوان تربل. يا عيال يا عيال ارحب. ايه رحيم حيك يا مشعل. حي حي حي. ايه رحيم ايه رحيم ايه رحيم مشعل. فدا فدا اليوم ما هو يومنا يا عيال. فدا لا حد يكلف عنك. شو والله حي دخولك يا المحزم. حي اخ يا قلبي. يلا هات احكامك. ويلكم اتش كي اتش. ما قصرتوا والله يا المكبسين. والله ما قصرتوا، وافين ومجملين. والله يعزكم ولا يعز عليكم. يلا هات احكامك يا جواهر. ما شاء الله تبارك الله تستاهلين. هاي خلاص يا مون ذبحتيني. قلت لك مو بحلو خايس. انا اكلمك انا. ما وش فيك انت؟ انا احترم الوقت. ما احد جاب انت حلال. ما احد من بيرد 50000. ان شاء الله الحيك. ايش دعوه سعيد؟ هل انت مستهين بنفسك للدرجه هذه؟ لا بس انا كشخص افتح بثوث اعرف متى اكون قوي ومتى اكون لا. فراس حيك. ما له دخل. تصدقين مره دخلت جوله مع واحدة في التوك توك، أيام التوك توك. أوكي أوكي. بعد الجولة نزل في وجهي تدرين كم؟
كم؟ والله 1,700,000. طيب نزل عندهم قفازات. دخل عندي داعم اسمها الكاسر، معروف الكاسر، دخل عندك هنا صح؟ ودخل عندي هنا إيه؟ ما عمره دعم أحد في الجاكو إلا سعيد حنش، تخيلي. المهم دخل الكاسر عندي في التوك توك، 2,000,000 في آخر 3 ثواني، أنت متخيلة؟ ما شاء الله تستاهل. كفي مين كفي سار، كفي مين كفي سار. عشان كذا أقول لك أنا أحترم الوقت. بس عشان كذا أحب أقول لك يعني على الصدام، لا تخليني والله العظيم باتصال واحد ما هو أخذ الجولة، أخذ التوب طرق دق. ما والله ما هو من عوايدي أدق أنا إلا دق، والله العظيم ما عمري دقيت على أحد. خلاص دق إلا إن كان يا ربي سلطان العظيم. بس من السلطان هو اللي آمون عليه. من السلطان؟ سلطان العمري. آه الستريمر اللي معنا هنا. أيوة ذاك الستريمر ذاك. يلا هات هات، ما قصر اللي عندك واللي عندي، الله يكثر خيرهم. يلا هات الكم ريان. المحزم المحزم حيك يا بعد عيني، ما قصرت. لا هنتم مكبسين يا عيال ضيفوا، مش على هنتم كلكم. فراس حيك، حي فراس، سامي دندون كفو. اسمع باخذها منك حسانة. اوكي لا لا حسانة تقتل اللعب والله يا جواهر. اوكي الحكم الاول يلا. معجون اسنان داخل فمك تدلي من 50 الواحد. اقسم بالله العظيم ما عندي معجون والله العظيم. طيب تقطع السماعة، ممتاز. والثاني حكم الثالث الثاني تسوي احكام رياضية. انت تسوينها يا اخي؟ اي لا انا ما اطلع جسمي في البث، النسوان ينفتنن. ما حد بس ها. اوكي الحكم الثاني، يا هيا عندك شطة؟ لا انت ما تقدر صح؟ فديت والله اللي يخافون علي والله. الحكم لا ما اخاف عليك بس عشان لا نبتلي فيك. الحكم الثاني قلنا تشرب بيضة. قولي والله ما تخافين علي يا اخوي، ما خاف. قولي والله. طيب احلفي. طيب قلنا السماعة، البيضة، ما تبغى تحلف شفتوا انها تخاف علي. تحبني يا بنت، تحبني مرة حبت هاي. أجل الحكم الثالث قبضة دقيقتين. أنت تسوينها قبضة؟ يا الله يا سعيد، ينفترن النسوان ينفترن. طيب يا جواهر هل فتنها شدة ما قتل؟ أنت بتقتلهم قفنا. خلاص أفتح بس ما في جولتين، جولة واحدة ما نبغى نكلف على الدعمي. يلا جولة مسموح كل شيء، لا تقولي جل حفا. بلعب جولة وبجيها يا عيال. يا عيال هل يسهرون عليكم السلام؟ المهم عقل ان راسي ياسي يا حلال روس ياسي اشهد اكشف الحق للصاد طنيت انا بعد طنم ضيع لزايد قلب اطنم. تكبيس يا اخوان، تكبيس الله يسعدك، تكبيس القوه خرجت ام بلاش. كل شيء لا نخسر. اوكي ومن الرئيس خليب الأساسية يجب عليها الكل دار بسرطة الأمور الكايدة السياسية. يا بنات غمضوا عيونكم هنا غلق الحكم. فتطل على المجين وعراضية يا عيال جولة مسموح كل شيء العرب وأخوان الشام بس نظية بحر العربي صعب عليهم جارات. او بوي حيك يا يال تربل العالمي والمحلي تربل يا اخوان وحفي داري زواياته فالهجم بين عذري الدراثية
نارش يوصلنا في اوي حيك ساهي على رأسي في صورة فيها طموحاته فيك وبوي يحلى ويسلم بعد اتش اتش كيك كفو وبوي حيكم مشعل يا مشعل حي المحزن حي يا رحم يا بعد عيني حي حي عيني تفيس يا اخوان ما يبرد ما يبرد يا اخوان خلاص يا بنات فتحوا عيونكم يجي طراف الأخيال يجي طراف الأخيال يجي طراف الأخيال يا علي ما علي وش أحكامك مبدئيا يعني؟ قلت لك أنا إنسانة أحترم الوقت ولا ما قلت؟ قلت يعني ولا ما ما نحترم يعني قلت؟ إحنا قليل الأدب يعني؟ ما له دخل استغفر الله شو معك تتبلعين في ريقك؟ ها أفكر فيش تفكرين؟ أفكر أعطيني نكتة جواهر يا ميوت خلاص لا تعال إزعاج أرحب مقرن سعيد أعطيني نكتة بالله صدق عندك نكتة والله صدق عندي بس يمكن ما تعجبك قولي في ماسورة مسجونة ليش؟ ليش؟ تهرب موية والله إنها حلوة جبت وضحكت يعني يوه طيب في نكتة ثانية في واحدة اسمها صغار انقلبت في شارع سموها فضايح والله انها حلوه شفتوا كيف تضحك تضحك يعني الله لا يسامحني ليه انا ظالمه اعوذ بالله ليه مش ظلمتك في انت سعيد ها 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 يا سعيد لا لا تعلق حسبك علقت اسمعكي لا ما أعلق يلا هات هات أحكامك لا لا لا, لا والله والله أحترم وقتك وقتي ما عندي أحد والله ما عندي أحد طيب اسمع عندي نكتة جديدة في دفتر يتمشى ليش؟ ليش؟ فاضي دفتر فاضي يعني ما انكتب فيه شيء يا مشعل حيك المحل والله انه خالد حيك المحزن واو بوي حيك واو بوي المحزن في اتش كي سامي المكتبتين ما قصرتوا حصانة ما اعطي حصانات تقتل اللعب الحصانة يا اخي خليها حصانة والله الحصانة تقتل اللعب خلاص خنكتي سولف زين انا قاعد يعني احاول اتكلم زيك لعل يجيني داعم يعني ايوه حصانه لا ما سماح ايوه حصانه لا خلاص من بعد اذن مشعل سماح يلا يما منك هوف يا عيال وش ده المستوى معنا اليوم وش ده المستوى معنا اليوم